اسمي حنان الخطيب، درست فاشن ديزاين تقريبا من سنتين، خلصت دبلوم تصميم ازياء. بلشت موهبتي بتصميم الازياء من تقريبا 5 سنين، بلشت الموهبه عندي بدولة الامارات العربيه، بلشت بتصميم فساتين الاطفال بالبدايه. ما كان عندي اي معلومه عن الخياطه عن التصميم، كانت بالبداية بس يعني إنه أجيب القماش وأرسم سكتش. أخذت طبعاً دورات سكتش بالإمارات، بلشت أرسم سكتشات وكان في خياط يساعدني بالتنفيذ التصاميم. بعدين جينا استقرينا هون بالأردن وبلشت أدور على معهد، يعني حبيت إني أطور موهبتي أكثر بالموضوع، فلقيت الحمد لله معهد إيطالي بعمان موجود، وأخذت فيه دبلوم تصميم أزياء 2 سنين، وتخرجت من 4 شهور. هلأ عندي أنا كوليكشن أطفال من أول، وبلشت هلأ من جديد أعمل تصاميم للسيدات. انا باخذ افكار طبعا اكيد من يعني مصممين، وكمان بعتمد على مخيلتي كمان نفس الشيء، انه بيكون يعني التصميم مرات من A to Z يعني، فحسب حسب الموديل وحسب التصميم. طبعا بالنسبه للاطفال بدخل خرز، بدخل شكل يدوي، للكبار يعني عملت اشياء فيها شكل يدوي كثير، يعني بحب الهاند امبرويدري كثير بحبه، بحب ادخله على قطعي يعني. والاطفال كمان ممكن ادخل فيها بس بيكون بسيط يعني اكثر من الكبار. بحب اتميز انه اشتغل للمحجبات، بحس يعني انا كمان كنت يعني لما يكون عندي مناسبة أو يكون عندي كتير أتغلب لألاقي قطعة عن جد يعني إنه كاملة، تكون كاملة إنه ألبسها لمناسبة، يعني تلاقيني أطلع على السوق أدور هون وهون ما ألاقي طلبي يعني اللي بدي إياه. فبحس إنه أنا بتميز إنه بلبي حاجة المحجبات، ولقدام رح أعمل كمان يعني قطع بس مش للمحجبات، يعني رح أعمل قطع كمان تانية اللي ما بلبسوا حجاب يعني. يعني هذا الموديل اللي أنا لابسته هذا كله شغلي من A to Z يعني شغلي. بحب الشك وبحس حالي بتميز بالشك اليدوي يعني. كل شغلي طبعاً أونلاين، ما عندي محل، ما عندي بوتيك، ما عندي إشي، فالناس تتعامل معي أونلاين، ما بتشوف القطعة على الواقع، بتشوفها على الصورة. فالحمد لله الحمد لله، من لما بلشت سواء بالإمارات أو هون الناس اللي أخذت مني عم تحكي لي إنه القطعة اللي إحنا بنشوفها لما بنشوفها على الواقع بتكون لسه أحلى من يعني من الصور. يعني إحنا بنكون متوقعين إنه ما تكون الكواليتي كويسة وهيك، فلا الناس بالعكس، الناس بتحب الكواليتي تبعت القماش وبتنبسط كثير بالقطعة اللي بتاخذها من عندي. هلأ رح أبلش أفرجيكم بعض من تصاميمي. رح نبلش بقطع الكبار. عندي هذا الفستان عملته من القطع الجديدة، يعني هو عبارة عن ماش ساتان، ودخلت له هنا التول المطرز طريقة يعني هيك، خليته على جنب واحد، ولعبت بالكمام، عملتهم بف الكمام. هاي من التصاميم عندي الجديدة. عندي برضو هذا القفطان المغربي، لعبت فيه هون بالكلفة هاي، طبعا كلها هاي الكلفة خرز شك، بفرغها يعني ومنركبها على القفطان، والقفطان ماشي عبارة عن فيلفت يعني. هذا عندي عملته برضو
من الموديلات الستاتي بيجي بنطلون مع بلوزة عليها هون تول مطرز برضو، وعملت للبنوتة نفس الموديل، هذا الموديل نفس القماش استخدمت برضو. هاي من القطع عندي المميزة، بيجي كيب عليه هذا كله شك يدوي، والبنوتة نفس الشيء. هلأ هدول كمان للأم وللبنت، مش للمحجبة طبعاً، بعمل يعني قطع مش للمحجبات. هون دخلت القماش الساتان، البيجي هو منه فيه يعني بيجي الورد والتول برضه نفش. هاي القطعة كتير مطلوبة، بلبسوها بأعياد الميلاد، بهيك حفلات بسيطة يعني ممكن إنها بالبيت تكون. في كمان هذا الطقم برضه عملته للكبار، بيجي بنطلون بلبس بمناسبة يعني ممكن عشاء، ممكن طلعة هيك رسمية بسيطة يعني، مش لحفلة يعني ولا لشيء، يعني بتحسي سيمبل كتير يعني. هاي القطعة برضو. هلأ هون دخلت قماشة الساتان الموردة، وحبيت أدخل معها التول، تكون درجة التول من نفس درجات القطعة اللي فوق، وحطيت عليها حزام وبتيجي معها فيونكة ورا. هاي من القطع كمان الحلوة المميزة والمطلوبة. هون عندي حطيت التول أكثر من طبقة، بيجي طبقات. هلأ ممكن حسب الطلب، ممكن مثلا الأم تطلب يكون فوليوم أكثر، أحط لها مثلا قمي من تحت يعطي نفشي أكثر للفستان، طبعا حسب الطلب إحنا نشتغل. برضو هاي من القطع عن جد اللي أنا بحبها كثير، هاي من القطع الجديدة اشتغلناها. هلأ هون لعبت بالكم، الكم بيجي زي ما انت شايفة باف، ومن هون بيجي زم، ومن هون التنورة بتيجي دبل كلوش، كتير يعني فيها فوليوم كمان، إذا بدها الأم كمان فوليوم أكتر كمان بنشتغل لها. عندي هذا الفستان تول بيجي أسود طبقتين. هلأ حبيت أكسر الألوان الأسود وأدخل الذهبي من فوق، هذا كله شك طبعاً لقماش، وهذا من ورا هيك بيجي موديله الأب بتيجي في، وعليه حزام. هلأ هاي القطعة الثانية أحمر وأسود، لعبت هون بالكمام، عملتهم موديل باترفلاي، ودخلت الكلفة على الطرف الكم وعلى البابيونة تبعت الشعر. بتمنى انه اتوسع اكثر بمشروعي، انعرف اكثر هون بالاردن يعني بالامارات، انعرفت الحمد لله وصار لي زباين كثير، قعدت فترة 6 سنين بالامارات انعرفت مزبوط فيه، فحابة انه انعرف اكثر، وحابة انه يكون عندي بوتيكي الخاص ان شاء الله.